أستاذ محمود، عودة إليك. الآن وجدنا غياباً لشيخ الأزهر عن افتتاح البيت الإبراهيمي، رد فعل عنيف من علماء المسلمين. الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أخرج بياناً شديد اللهجة، يعني يرفض فيه مثل هذا البيت ويرفض فيه كل مخرجاته. الشيخ عثمان الخميس الآن يرد، وزير خارجية الكويتي رد، الأزهر فضيلة الشيخ الأزهر عندما كان يحتفل بالذكرى عشرة تأسيس بيت العائلة المصري رفض هذا وقال أن افتتاح ما سمي بالبيت الإبراهيمي دولة الإمارات يعني قال أنه يقولون أنه مركزا للحوار أو ولكنه محاولة للخلط بين المسيحية والإسلام، وأن هذا يعني لا يراعي حق المواطن المسلم أن يعيش في الأمن والاستقرار، وأن الخلط وأن هناك خلط ما بين التآخي وما بين امتزاج الأديان وذوبان الفروقات والاختلافات ما بين الأديان، وخاصة في ظل التوجهات التي تنادي بالدين الإبراهيمي نسبة إلى إبراهيم، والتي تطمح إلى أن يكون أو تطمح إلى مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالة واحدة. على ما يبدو حتى رفض من رسمي من شيخ الأزهر، رفض رسمي من علماء المسلمين، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رفض سياسي من كثير من الهيئات السياسية، وشاهدنا وزير الخارجية الكويتي. هل كتب لهذه الفكرة الفشل؟ والرفض لابد ومطلوب في هذه الأمور، لابد من إبداء الرفض، لكن وبعد كده؟ طب هي المشكلة في كده، وماذا بعد الرفض؟ هل هناك مؤتمر سيتم الإعداد والتحضير له؟ هل سيتم عقد اجتماع سياسي، اجتماع ديني؟ وعلى ذكر بيت العائلة المصرية، هذا موضوع مختلف تماما عما يحدث، لأن في بعض الناس بتخلط بين الناحيتين. ناحية العائلة المصرية دي أمور سياسية واجتماعية ليس لها أي علاقة بالدين. احنا هنا بنتكلم على مكان عبادة، دور عبادة بيتم جمعها في مكان واحد، فهذا أمر مختلف. لكن هل هذه الردود وحدها تكفي؟ الحقيقة الردود واجبة وضرورية، لكن وحدها لا تكفي، لأن الجهات القائمة على فكرة البيت الإبراهيمي بتكمل عادي، ولا كأنها شايفة أصلا ردود، ولا ما هي الردود موجودة، لأن البيت الإبراهيمي بيتم بناؤه من فترة ليست بالقليلة، لكن عادي بيتم، لأن هم بيلعبوا على فكرة السيطرة على الميديا والإعلام. وهنا بقى مربط الفرس للأسف. السوشيال ميديا، يعني انت لو كتبت على جوجل كده، وانا جربتها الحقيقه، يعني كتبت على جوجل كده البيت الابراهيمي، في اول صفحه وتاني وتالت صفحه، ثلاث صفحات اللي اول صفحه في جوجل كده في البحث، اللي الناس ما بتروحش للصفحه الثانيه، لكن اول صفحه ستجد ان كل المواقع الموجوده في هذه الصفحه للاسف خاصه بدعم هذه الفكره. من اول بقى، مش عاوزين نذكر اسماء، نور رصيف في 22 لحد مرسال لحد، فالجهه القائمه على هذا البيت، البيت الابراهيمي، بتقوم بشراء، هذه الجهه بتسيطر على الميديا والاعلام بشكل رهيب جدا، من خلال انها بتشتري مجموعه من المواقع الكتير جدا في مصر وفي عالمنا العربي، وشراء مساحات على مواقع اخرى. يعني اما ان هم بيشتروا مواقع كامله زي رصيف 22 مثلا، او بيشتروا مساحات كامله في مواقع ثانيه زي مرسال، زي ما حصل في مرسال. اكتب البيت الابراهيمي في جوجل، ستجد ان الصفحه الاولى والثانيه، خلينا في الصفحه الاولى، كلها تدعم الفكره. ففكره الرفض وحدها لا تكفي. ندخل بقى على السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر، مجموعه من المثقفين ومجموعه من رجال الدين ليهم حسابات ضخمه جدا، بيتم دعمهم بحسابات وهميه كتير جدا، وبيتم الدفع بيهم، بيتكلموا عن الموضوع بشكل ايجابي. فالرفض وحده لا يكفي للاسف. وفكره بقى زي ما قلنا البيت العائله المصريه، يختلف عن الموضوع ده، الموضوع ده ديني بحت، احنا بنتكلم عن دور عباده، دور عباده، ليست الفكره جديده كما قلنا قبل كده وكما زي ما اتكلمنا من شويه. طيب، يعني ايضا شيخ الازهر احمد الطيب قال يعني تبدو في ظاهره في امرها دعوه اجتماعيه، ولكن في بطنها ربما يعني تخرج الاديان عن اطارها الطبيعي. ولكن ما فعله شيخ الازهر؟ هل انت في عدم الحضور لافتتاح هذا البيت، هل هو رفض للفكره ام رفض للتطبيع؟ لا، هذا امر يسال فيه شيخ الازهر نفسه، لكن فكره انه عدم حضور ده شيء ايجابي لا شك. وزي ما قلنا الجانب ده هو الجانب الديني من التطبيع، الجهة اللي بتدفع في التطبيع في العالم العربي هي نفسها الجهة اللي بيتبني على أرضها النهاردة البيت الإبراهيمي، والاسم نفس الاسم، فالأمر هنا خاص بالصهيونية ولا شك، ولا يمكن الشك في الأمر ده. والفكرة زي ما قلنا قبل كده، قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، كلمة الحذر هنا جاءت بعد هذين الأمرين، طاعة الله وإطاعة الرسول، علشان نبين، وعلشان يبين الله سبحانه وتعالى أن الحذر من طاعة الله وطاعة الرسول، ولا نتبع خطوات الشيطان. في البداية كان الدفع بقوة وبعنف
في فكرة إن إحنا نهني النصارى واليهود بأديانهم ولا لا، موضوع إشكالي بيتم الدفع به بقوة علشان ننتقل بعد كده دلوقتي المرحلة الثانية بقى. الموضوع ما بقاش احتفال، الموضوع ما بقاش ده في حديقة في وسط البيت الإبراهيمي للناس اللي ما تعرفش التصميم. التصميم ثلاث مباني ضخمة كده، بيت مكان جامع، مكان كنيسة، مكان كنيس يهودي، وفي الوسط حديقة بتقال بقى إنها حديقة للاحتفالات المشتركة. هنعمل بقى احتفالات مشتركة، مولد النبي بقى اللي عند المسلمين، الكريسماس عند مش عارف إيه، عيد مش عارف إيه عند اليهود، وعاملين منصة كمان للناس اللي هتزور المكان، وهي في المنصة دي تقدر تشاهد اللي بيتعبدوا في الجامع وفي الكنيسة. يا سلام، الموضوع أصبح مش تهنئة، ده إحنا مش هنحتفل مع بعض، لا ده تخطى موضوع الاحتفال، ده احنا هنتعبد مع بعض. ففي الاول بيتم الدفع بمجموعه من اشباه المثقفين علشان يقولوا لنا انتم مشددين قوي على موضوع تهاني النصارى واليهود والكلام ده، مشددين قوي يا جماعه، وهي في اشكاليه ومش عارف ايه، علشان ننتقل بعد كده الخطوه الثانيه، ما دام مشككين في الاحتفالات مع اليهود والنصارى، ايه المشكله لما نتعبد بقى معاهم كمان في نفس المكان؟ هي فكره ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وفكره واطيعوا الله واطيعوا رسوله واحذروا، فكره لابد من الحذر. الصهيونية العالمية لا تتحرك بشكل كده هوائي ولا شكل غوغائي، وإنما بتنظيم وترتيب. لا نقول أنهم يسيطرون على كل شيء وإن قوتهم لا تقهر، وإنما نقول أنهم بيحضروا كويس وبيخططوا كويس، وكان ده من زمان جدا. ففكرة العولمة السياسية والعولمة الاجتماعية لوحدها لم تعد كافية النهاردة للتطبيع، فكان لابد من الدفع بالجانب الجديد بقى اللي هو تأخر. الحقيقة زي ما قلنا هو فكرة قديمة، لكن تأخر لأن التيار المعارض كان كبير جدا، وهي فكرة العولمة الدينية، البيت الإبراهيمي وبوتقة كل شيء في مكان واحد. ويمكن خير مثال على أن الصهيونية وعلى أن الفكرة هنا ليها علاقة بالتطبيع، خير مثال على ده أن الموضوع في الإمارات أو في منطقتنا الشرق الأوسط. ليه الموضوع ده ما تعملش في روسيا ولا تعملش في الصين؟ على الأقل الدول دي فيها ديانات تانية، كنا خلطنا بقى كله مع بعض بقى في مكان واحد بقى. مع أصل بيت إبراهيم اللي بثلاث ديانات معناها أنك بتعنصر، بتعمل عنصرية لبقية الديانات، الهندوس بقى يزعلوا مش عارف، ما هي أصلية تبقى هي كده بقى. طيب